قلي كيف الحياة الزوجية معك؟ أعطيني نصايح لأستفيد. سيدانت، أول نصيحة هي أهم نصيحة، خليك حذر بخصوص قرار الزواج. أنا كتير تعبان اليوم، فينا نحكي بعدين؟ أنا بستأذن، أنت ارتاح. نلتقي بالمكتب، بشوفك. سيدان تعال هون ولاقيني. أنوشكا وين راحت؟ أنوشكا سيدانت، يلا تعال. انت شو واقف عم تعمل عندك؟ لإمتى بدك تضل خايف على تيابك تبلل؟ وتعال. سيدانت، لما بتوقع حبات المطر وبتنزل علينا من السما، بيعرف وين رح توقع أو وين رح تروح؟ بيعرفوا إنه هاي الحبات هي رح توقع من السما على وجوهنا ورح تغمر قلوبنا كمان؟ طلع وشوف. بشرفك، مو إحساس حلو؟ أنوشكا، ما لازم تتبللي، تمرضي بعدين. تعالي فوتي لجوه. لا، ما بدي روح لمحل. لا تكوني عنيدة أنوشكا، يلا. ما بدي. خلص سيدان، أنت كتير ممل، حاول تستمتع بهاللحظة. أنا شي مرة قلت لك أنه أنت كتير حلو؟ ولا مرة. معناتها هذا غلط مني، أنا كان لازم قلك. نحن أحياناً منعتبر الشغلات بديهية. على كل حال، خليني قلك اليوم أنه أنت كتير حلو وكتير مثير وكمان شخصية، وأنت شو رأيك فيني سيدانت؟ أنتي انت لازم تدخلي لجوا. شو هذا السيدانت؟ انت عم تتصرف مثل الاستاذ وما عندك غير لازم تدخلي لجوا طول الوقت. بنت حلوه واقفه قدامك ومبلله بالمطر لرجليها، عم تطلب منك شيء، عم تعطيك فرصه لحتى تقدر انك تقلها انها مثيره وحلوه. معناتها اللي اذا كنت شايفني هيك
يلا سيد انت بشرفك. انت ليش جبتني لهون؟ انا كنت كثير مبسوطه برا. يلا قلي. كنتي ممكن تمرضي لهيك دخلتك. اي يمكن كنت امرض، بس انت ليش مهتم؟ خبرني انت شو بتفرق معك؟ خليني اجيب لك شيء مشان تغيري. لا، اول شيء انت لازم تجاوب على سؤالي، انت ليش كتير خايف علي امراض سيدانت؟ ليش كتير مهتم فيني؟ انت كتير منيح سيدانت، وانا ما بدي اتزوجه لفيدانت ابدا. انا ما بحس تجاهه اي شيء. انا بدي اتزوجك لالك سيدانت. انت ما بتتخيل قديش انا بحبك سيدانت، كتير بحبك. حتى انا ما بعرف قديش انا بحبك. أنا ما بعرف ليش، بس هلأ حاسة إنه أنت كمان بتحبني كتير سيدانت. لي سيدانت، أنت كمان بتحبني ما هيك؟ بغض النظر أنت شو رح تقول، بس عيونك عم بتقول بوضوح إنك بتحبني كتير كمان. بس ليش ما بتعبر لي عن حبك؟ سيدانت، ليش عم تبكي حبيبي؟ أنا كنت بعرف أنك شخص قلبه رقيق. أنا بعرف كمان أنه أنت بتحبني كتير، لهيك بحس بالأمان بس كون معك. وأنا بوثق فيك كتير سيدانت، لهيك أنا بدي إنه نحنا هلأ Thank you.
شو عملت سيدان سينا؟ هي كانت سكرانة، بس انت كنت واعي. بفضل رحمة القدير انت ما تجاوزت حدودك، بس هي الفوضى اللي صارت مبارح كيف بدك تتعامل معها؟ ها؟ أنوشكا وينها؟ أنا ما شفتها من الصبح. لازم تكون بغرفتها. الفضل كله لأنوشكا. صحيح هي بنتك، بس بتعرف كيف توحد الناس بدال ما تفرقهم. أنا كتير مبسوط بهالشي، لهيك ما رح أعمل مشكلة معك. أنا رح أروح على غرفة أنوشكا وشوفها. سويتي. ايه سيد هانت، اللي كل شيء تمام؟ سويتي برجع بحكي معك بعدين. شو في سيد هانت؟ انت شكلك مزعوج. في مثل الناس من زمان كانوا يقولوا، لا تقطع انفك من شان تغيظ وجهك. لك شو في يا زلمه؟ انا قصدي انه أنوشكا صارت بتعرف انه انا بحبها. هي هلا ما بقى رح تتركني. ايه ما تعرفت، وكيف عرفت؟ خلص انسى هذا الحكي، ما بقى في منه فايدة. الخطة تبعي فشلت، لازم تعرف هالشي. انا بعرف أنوشكا منيح يا سويتي، هي ما رح تسمع من حدا. هي مستحيل انها تقبل تتزوج فيدانت. كل شي انتهى. أنوشكا؟ استاذ، الآن أنوشكا ما رجعت على البيت مبارح. عن جد؟ ترد. ترجع بتتصل فيني. أكيد. هي بنت وعي. كيف فيني يكون عديمة المسؤولية هيك؟ سكر هلأ. صباح الخير. انت منيحة؟ ليش واقف قدامي مثل الحيط؟ احكي لك اي شيء. شو لازم اقول؟ انت قوليلي. ما انت اللي جبتني على غرفتك. لوين كان لازم اخذك؟ الحالة اللي كنتي فيها لو أي حدا شافك. بورفا شو قالت عني؟ أنا ما بقدر أتخيل شو بتكون فكرت فيني العمي جياتري. هن مانهم بالبيت، راحوا مدينة أباد لحتى يحضروا عرس. معناتها أنا وأنت، أنا بتمنى أنه وانت ما يكون صار اي شيء. انا سالتك سؤال سيدانت. عن جد شو سالتيني انت؟ سؤالي، انت ما عملت اي شيء امبارح صح؟
بتمنى ما تكون استغلتني. مو أنا اللي جربت استغلك نهائياً. أنت شو قصدك؟ إنه أنا اللي عملت شي غلط؟ لا ما عملتي شي. ليش لحتى تعملي؟ ما في شي بيناتنا بكل حال. ايه انت معك حق، نحن ما في اي شي بيناتنا ابدا. انا هلا تذكرت. شو تذكرتي؟ انا امبارح كنت بالمطعم، رحت لحتى اشوف فيدانت، وانا كان لازم اقول له شيء. بدي ارتاح واقول له لا لفيدانت، انا رح اقول له ما بدي اتزوجه. ايه انت كنت هنيك لحتى تقبلي بعرض زواج فيدانت؟ ايه صح، انا رحت لحتى اشوفه لحتى وافق على عرض الزواج. انا رح اروح هلا. سيدانت، شكرا سيدانت، انت انقذتني. انا لو رجعت مبارح على البيت او رحت لحتى قابل فيدانت بهالحاله اللي كنت فيها، ما بعرف شو كان صار. بدك وصلك على البيت؟ لا خلص بدبر حالي. متأكد إنه ما صار أي شيء غلط بيناتنا؟ ولا شيء، صدقيني ما صار شيء. وين كنتي؟ كنت عم دور عليكي. آسفة بابا، كنت عند بورفا بالبيت عم اشتغل معها على مشروع الزي الموحد لطاقم شركة الطيران، بس أنا تأخرت لهيك نمت عندها، وكمان ما كنت منيحة بابا. ليش عم تعطي أعذار؟ أنا ما طلب التبرير، عم دور عليكي لسبب تاني. شو السبب بابا؟ أنا كان بدي أشكرك لأنك قدرت توحدي العيلة مرة تانية. أنا كتير مبسوط، العيلة شي مهم كتير بالنسبة لإلي. أنا بوثق فيكي أنت أكتر من أي حدا، حتى أخواتك. إيه أنت حدا مسؤول أكتر من أخواتك شريكانت وكارتيك. أنا فخور فيكي ومبسوط. أنا هلأ كذبت علي، بس بركي عرف الحقيقة من بورفا. الشخص اللي موجود بغرفتي مين هاد؟ الموظف تبعي. نحن قريباً كتير رح نقدر نعرف الكمبيوتر اللي انبعت منه الإيميل. وانتي ما كلفتي حالك تطلبي إذني قبل ما تسمحي له يدخل لمكتبي؟ اتصلت فيك سيدانت بس انت ما رديت. أنا ما فيني وقف الشغل كرمال هذا السبب. اهدى ولا تخاف، أنا بعرف أنت شاب حلو وبتكون مشغول بالليل،
شو قصدك؟ قصدي إنه أنا موجودة هون من امبارح المساء. أنا كنت عم حاول أعرف مين الشخص الخاين الموجود بيناتنا، مين اللي عم بيحاول إنه يدمر كيكي ويخرب شغله، وقربت أعرفه. قضيتي كل الليل معه لسيدانت وكمان ببيته؟ وطي صوتك بركي حدا سمعك. ما في حدا غيرنا. شو صار؟ شو قصدك؟ أنا قصدي إنه أنت وسيدانت عملتوا أي شي غلط؟ أنا مو قدراني أبداً أتذكر أي شي صار، بس سيدانت قال لي إنه ما صار هيك شي. سيدانت قال هيك؟ وأنت صدقتي؟ قلي لي كيف بتوثقي إنه سيدانت ما حاول يستغل الحالة اللي كنتي فيها ويكون ردي؟ كيف فيكي تفكري بهالطريقة؟ إنه بغض النظر كيف هو أو شو طموحه أو المشاكل اللي بيفوت فيها، بس أنا أكيد متأكدة إنه ما بيلمسني بدون موافقتي. أنا متأكدة إنه هو بيكون اهتم فيني كل الليل. صح، لأنه أنت لازم تكوني تعرفي منيح بعد كل هالسنين. شو في ببالك؟ ما فيني أحكي معه، بس أنا نيتي سليمة كتير. أهلين فيدانت. أهلين. أنا متأكد إنه رح كون عند حسن ظن أنوشكا. اللي بالكاسة هاد ليمون صح؟ فيني أخذ منه كمان؟ إيه أكيد. أنا رح جيب لك كاسة. ردي دقيقة، أنا عندي شيء مهم ولازم إني أحكي مع فيدانت. إيه أكيد ضروري. وكتير مهم أنتو بهاي الفترة تقعدوا تحكوا سوا. يلا بلشوا حديثكم شوي وبرجع. آسفة إني إجيت بدون موعد كيكي، بس ضروري إنه نشوفك. ملامح وشك بتقول إنه في شي حالة طارئة. عدو. إيه كيكي، ميخائيل بعت لك صور لسودهان شوجول، بس هالصور الصور شبهن. ليش أنتوا اتنين لساتكن ورا هالقصة؟ انسى الموضوع بقى. كيكي الإيميل مبعت للمختبر من عنوان آي بي لشركة ريدي. شو قصدك؟ سيد كيكي هذا بيعني إنه الشخص اللي بعت هدول الصور بيشتغل هون بمكتبنا. قصدك إنه ميخائيل إله جاسوس بيشتغل بمكتبي؟ في حدا موجود بالمكتب وعم يراقبنا. مين هو؟ عرفتوا أي شيء؟ نحن لحقنا عنوان الآي بي اللي نبعت منه الإيميل. ولمين؟ إلك. مستحيل هالشي. الكمبيوتر تبعي وشبكة النظام تصميمه معمول حتى ما حدا يخترقهم. كيكي تم اختراقهم، واللي عمل هالشي من جوات المكتب. أنا ما رح أسامحه. هاي المعلومات ما لازم تنكشف، إنه كمبيوتري الشخصي تم اختراقه. أنتوا اتنين خليكن متكتمين. أنا آسف كتير إنك اضطريتي تستني مبارح بسببي. أنت طلعتي من المطعم وقت اللي أنا وصلت. بالحقيقة ما بعرف شو اللي صار مبارح، بس أنا مو مشكلة. أنا بعرف قديش شي صعب إنه تستني لحالك. منيح إنك طلعتي. بكل حال خلينا ننسى كل هاد، خلينا نحكي عن المستقبل. عظيم، أنا كمان مهتم بالمستقبل كتير. قولي لي شو المفاجأة اللي محضرتي لي إياها مقابل مفاجأتي؟ فيدانت أنا بدي فوت بالموضوع مباشرة.
نحن ما قضينا وقت كتير سوا، بس بهذا الوقت اللي نحن قضيناه مع بعض أنا شفت أنك شخص كتير منيح، وكمان بدك يعني أني ضل مبسوطة. لهيك فيدانت أنا كنت عم أتساءل أنه انتبهي عربي. شوفي شو صار حال؟ معلش مسحقنا؟ انت منيحة؟ انت كنتي عم تقولي شي؟ أنوشكا لا تتوتري، إذا كان بدك وقت زيادة أكيد ما في مشكلة، بس لا تتوتري أنا ما بحب شوفك هيك متوترة. وفيكي تقولي لي إذا في حدا تاني بحياتك، أنا بقدر أتفهم هالشي، مو مشكلة، أنا ما عندي أي مشكلة. سيدانت انت كان مفروض تحاكي للبابا صح؟ فيدانت وقف. انا ما بدي وقت زيادة لفكر، لانه كل ما فكرت زيادة كل ما صار الموضوع معقد بالنسبة لي، وانا لازم اخذ هذا القرار اليوم. أنا بعرف إنه فيك تعمل أي شيء لحتى تخليني مبسوطة، وهذا كافي بالنسبة لإلي. فيدانت أنا جاهزة لحتى أتزوجك. شكراً كتير أنوشكا، وأنا هلأ بدي أوعدك إنه رح تكوني مبسوطة دائماً معي. سيدانت سيدانت مين؟ هاد أنا فيدانت. فيدانت؟ شو عم تعمل هون؟ طلع بسرعة. طلع بسرعة وجهز حالك، أنت لازم تروح معي. طيب شو القصة؟ كل شي تمام؟ أنت عم تسأل أسئلة كتيرة، امشي. شكراً كتير إلك. لا معقول إنه أنا أنساك؟ أنا رح خبرك لما يتحدد الموعد. فيدانت قلي هلأ، ليش عم تعمل كل هالتشويق؟ أنت لوين أخذني؟ أنوشكا وافقت إنه تتزوجني. طيب شو بدي اقول لك؟ انت لا تقول اي شيء، فيك بس تقول مبروك. اكيد اكيد طبعا، الف مبروك. شكرا، هاد كان الشيء الوحيد اللي ناقص لتكمل حياتي. انا بلشت استقبل رسائل المباركات من الحزب، كمان بحزبنا الفرص بالتقدم بتزيد اذا كنت متزوج، واذا كان في عندك عائلة اكيد مكانتك بترتفع، وكمان بتعمل صورة كتير منيحة بعيون الشعب وبيصيروا يحبوك اكثر. بالمقابل نحن هلأ صار معنا ثروة وقوة كيكي ريدي كمان، بس استنى وشوف أنا كيف رح ترتفع مكانتي.
ردي هذا شكله صوت فرقة زواج ما؟ اي صح. مين مشغلة عند بيتنا؟ تعال أنا رح أعرفك على أهلي. هاد أبي رنجيش شريف ستاف، وأمي ديبينا شريف ستاف. هاد زيدانت يا بابا. أيوة هذا هو زيدانت. أستاذ هو ما عم بيرد وقال إنه رح يكملوا عزف. تعال تروح نشوف. يلا يلا. شو عم يصير هون فيدانت؟ وليش هاي الفرقة؟ هاي عادة عنا بالعيلة، نحنا منحتفل بترتيب الزواج وهنن بيعزفوا على الطبول. وكمان أنا ما خبرتكن شي لأنه العروس كتير بتحب المفاجآت. لما خبرني ابني الأخبار الحلوة حبيت إجي شخصياً. أنا سعيد إنك هون. معناها كل هالأيام وأنت بتحبها لأنوشكا، كان لازم تخبرني. وأنتي خبيتي عني وما خبرتيني أي شي كمان. بس انتبه منيح، هلأ أنا هون من عائلة العريس. بس الشي المهم هلأ إنه أنا كتير مبسوطة. بس أنو هذا الشيء قصدي امتى صار؟ ايه انوشكا، انت قررتي تتزوجي ونحن ما عرفنا بهالشيء. ايه انتو فيكن تخلوا الاسئله تبعكم والانتقادات لوقت ما فوت لجوا. تفضلوا. لحظه شوي، انا بدي اقول شيء. سيدانت شو عم تعمل عندك؟ تعال لهون. أنا كان بدي أقول إنه هاي المناسبة السعيدة ما كانت ممكنة بدون مساعدة سيدانت. لو سيدانت ما ساعدني وضل معي لحتى أقدر أفهم أنوشكا اللي بيعجبها وما بيعجبها وأعرف أتعامل مع حساسيتها. ما كنت بعتقد إنه أنوشكا كانت رح تقبل الزواج. عن جد مو معقول؟ For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.